الله أعطانا نظرية الحدود في كتاب الله وكل أهل الأرض قلدته واتبعت هذه النظرية. لا ترى برلمان في العالم إلا هذه النظرية موجودة عنده، أنه يعطيك الرينج، يعطيك الحقل تماما. لاحظ هنا تظهر أيضا عالمية التشيع في الإسلام ورحمة الرسالة، وما أرسلناك أي أن الناس لهم دور. هذا يعني أن خاتمية الرسالة آذنت به إغلاق باب المحرمات، وهذا من أخطر ما يمكن. أغلقت باب المحرمات ولم تغلق باب الممنوعات. الذي يحرم هو الله وحده، كونه ختم الرسالة. المحرمات في كتاب الله لا تتجاوز 15 محرم، لا تتجاوز، أغلقت. الأزمة في العقل الإسلامي أنه لم يفرق بين الحلال والحرام والمسموح والممنوع. حتى نرى الآن في آخر عدد لمجلة المصور، الآن طرح سؤال على لجنة الإفتاء في الأزهر، هل تقديم الورود إلى المرضى حلال أم حرام؟ إلى هذا الدرجة استهتر في هذه الكلمة، كلمة حرام. أنا أقول وأحتج، إلى هذه الدرجة استهتر في هذه الكلمة، كلمة حرام شغلة. حضرتك أكدت لنا أنه الله سبحانه وحده هو الذي يملك حق التحليل والتحريم، قال تعالى وحدد المحرمات لا تتجاوز 15. ولكن نحن نستطيع أن نسمح ونمنع في حقل الحلال. في حقل الحلال كيف يعني؟ الأساس في الحياة هو التحريم، فما تبقى فهو حقل الحلال. ولكن الحلال لا يمارس، من هو تجي نظرية الدولة التاريخية والجغرافية. الحمر الحلال لا يمارس إلا مقيد. واحد إنسان يريد أن يبني بيت، حلال أم حرام؟ حلال. هناك قانون تنظيم البناء، ولكن قانون تنظيم البناء بالقاهرة يختلف عن قانون تنظيم البناء بنيويورك. هنا يسمع مفهوم الأمر والنهي، أن الحلال لا يمارس إلا مقيد، وهذا علمنا إياه رسول الله. عندما كان يطلق ويقيد، كان رسول الله يطلق ويقيد في الحلال لا في الحرام. هذه في غاية الأهمية. زيارة القبور، يعني إذا واحد فات على المقبرة حلال، وإذا ما فات حلال؟ يعني إذا واحد ما فات على المقبرة زار المقابر كمان حلال، وإذا فات حلال. منع النساء من زيارة المقابر لأنه كانت النساء تقوم بمناحة، تحسو التراب على وجهها وتشق شيئا، فمنعهم. ثم يظهر أنهم أعطوه تعهد بأن هذه العادة لا يمارسونها، فسمح له. من هذه ظنوا أن هذا تشريعا أبديا، وقالوا هناك ناسخ ومنسوخ. يا أستاذ، هذا إنه يمنع ويسمح في حقل الحلال. في حقل الحرام مفتوط منه، حقل الحلال لأنه الحلال لا يمارس إلا مقيد. الآن الإنسان بده يدرس طب، هل هذا حرام؟ حلال. في قانون تنظيم الجامعات أم ما في؟ في في. يقيد ولا لا يقيد؟ يقيد. أنت تريد أن تذهب إلى بيتك، حلال أم حرام؟ حلال. في قانون السير يقيدك، ولكن السماح والمنع هو القانون. لذا فسيدي رسول الله عندما سمح ومنع في بناء دولته كان يسمح ويمنع، نعم، لبناء المجتمع في ذاك الوقت، لأن المحرمات لوحدها لا تكفي. المحرمات امتنعنا عنها، بدنا الحلال، ما لازم ينظم الحلال، لا يمارس مطلق. فهنا جاء سيدي رسول الله في دولته ونظم الحلال، فسمح ومنع، ثم سمح ومنع، ثم منع وسمح، وهكذا. فكل أهل الأرض تفعل ذلك، وكل أهل الأرض. يعني ممنوع استيراد السيارات، طيب بعد الدولة بعد سنتين سمحت باستيراد السيارات، ردت منعت استيراد السيارات، وين المشكلة؟ بالأصل لأنه استيراد السيارات حلال، ولكن بالأصل الحرام أصلا رسول الله ما قرب عليه، الحرام اصلا ما مرتكبه، وكله هو يعمل في حقل ايش؟ في حقل الحلال كان يعمل. فهنا نظم دولته وكان يخاطب ناسه في التنظيم، افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذلك، افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذلك. لذا والحلال هو لكل اهل الارض،
وكل أهل تتصرف في الحلال كما تشاء. نعم. أريد أن أضرب مثال آخر على تقييد الحلال وإطلاقه. سيدي رسول الله عندما وزع الأضاحي قال لهم اتركوا الأضاحي الناس تأكلوا منها، ثم قال لهم وزعوا الأضاحي. ترك الأضاحي حلال وتوزيعها حلال. فعندما فهو قيد المطلق اللي هو الحلال، قيده أن اتركوها، ثم قال لهم خذوها وزعوها. فاعتبروا هذا ناسخ ومنسوخ، واعتبروه حكما شرعيا. المشكلة الأساسية عنق الزجاجة في الثقافة العربية الإسلامية، أن تقييد الحلال لا يعتبر حكما شرعيا. كل أهل الأرض حق لها أن تقيد الحلال. أننا لا نحرم، لا نحرم. كل أهل الأرض حق، وهذا ما تفعله كل برلمانات العالم، تأخذ الترشيعات في كل برلمانات العالم أنها تقيد الحلال. والآن رح أذكر لك المحرمات وأذكر لك أنه برلمانات العالم. هل في برلمان بالعالم أخضع الله واليوم الآخر للتصويت؟ في برلمان أخضع للتصويت؟ في برلمان أخضع أنه الله واحد ولا اثنين؟ في برلمان أخضع شهادة زور للتصويت؟ أنه معليش نشهد زور؟ أو القتل للتصويت؟ أو الغش بالمواصفات للتصويت؟ أو حنث اليمين للتصويت؟ أو محارم النكاح للتصويت؟ لكن بيحمل المجتمع من ده، يمنع المجتمع من السرقة، يمنع الشهادة الزور. عم بيك على المحرمات عم بيك على المحرمات. يعني هي كتير مهم انه يا جماعة الناس نضجت، يعني مو انه يعني تظن انه الناس نضجت. محرمات كتاب الله، معظم اهل الارض اصلا ما بتقرب عليها. يعني جزء من الارض بيأكلوا لحم خنزير، جزء من اهل الارض. اثنين، الان هلأ بننتقل ل يعني لا سبق اقول ان الإجراءات في بناء الدولة هي إجراءات في حقل الحلال، والذي يقوم بها الآن هم ليسوا الفقهاء وإنما البرلمانات. الحرام والحلال مو من اختصاص أحد، لا من اختصاص الفقهاء ولا من اختصاص البرلمانات. تقييد الحلال هو من اختصاص الناس، والناس الآن لهم ممثلين، هن بيقرروا. مفهوم الدولة بدي يظهر إنه شو علاقة الإسلام بالدولة. الآن نجي للإيمان. كل شيء لا يتعلق بالفطرة وهو عكس الفطرة تماما اسمه تكليف. أنت تأكل بالفطرة وتصوم بالتكليف، أنت مكلف في الصوم، أنت لا تصوم بفطرتك. ولو كان صوم رمضان فطرة لصام أهل اليابان، ولصام كل أهل الأرض. عندما يأتي رمضان لصام كل أهل الأرض. تعطي مال بدون مقابل، هذا ليس فطرة. أنت تقبض المال بفطرة وتدفع بالتكليف، أنت مكلف بدفع الضرائب. هل هذا فطرة ولا إنسان بيحاول يتهرب وبيحاول يدفع أقل كمية ممكنة؟ شوف الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالمال والنفس هذا فطرة أم ضد الفطرة؟ تكليف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هل هذا فطرة؟ لا، تكليف. تكليف بس أكيد حط له شروط. نعم، بس تكليف هو مو فطرة. نعم. الإنسان ما بيحب يموت بالفطرة. نعم. لو كان بيحب يموت فطرة كان كل أهل الأرض أكلت حاله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. يطيعون الله ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهو كره لكم. أنا آسف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كله عبارة عن تكليف. وهذا التكليف هو وقف على أتباع الرسالة المحمدية، يعرف أتباع هذه الرسالة. يعني عندما يريد أحد سكان ألاسكا أن يبر والديه فهو غير مضطر بأن يطلع على البخاري ومسلم. يستطيع أن يبر والديه تماما. ولكن عندما يريد أن يقيم الصلاة فعليه أن يعرف كيف صلى الرسول. واضح، الأمور واضحة تمام. إذا أراد إنسان أن لا يغش بالمواصفات وفي الكيلة والميزان،
هل من المفروض عليه أن يقرأ الكتب هذه؟ هنا السؤال سيدي، إذا أراد أحدا أن يقيم دولة فهل يقيمها كما أقامها الرسول؟ الرسول قام دولته في هل عيب ابن عيب نجيب بعدين؟ لا هذا شيء راح اشيله لانه هلا بالنسبه لنا سنه الرسول هي يعني سنه الرسول في اقامه الدوله في التشريع، نقول التشريع في اقامه الدوله هي تقييد الحلال، وهذا ما تفعله كل الدول حتى الان، كل الدول تفعل ذلك حتى هذا اليوم، لانه اذا قيد الحلال وأخذ الطابع الأبدي فأصبح حراما. يعني كيف أقول أنا أن الموسيقى حرام؟ هذا يعني إذا قلت أن الموسيقى حرام هذا يعني أن كل أهل الأرض الموسيقى ممنوعة على كل أهل الأرض، والذي سيلد بعد 10,000 سنة عليه أن لا يستمع إلى الموسيقى بأي حق؟ بأي حق؟ أنا ممكن أقول امنعوا الموسيقى، حقي أقول امنعوا الموسيقى، هذا حقي، وحقك انت تقلي ايه او لا كمان. بس انا ما لي حق انا اقول انه الموسيقى حرام، لانه الانسان طيب اللي بدلت بعد 10,000 سنة انا شو انا شو لي علاقة معه وليش عم شرع له اصلا؟ وهذا مفهوم الحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ورب العالمين علمنا ان التوسع في الحرام دائما عقوبة، التوسع في الحرام دائما عقوبة. عندما قال عن بني إسرائيل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله